كرهت الروض اللي تفضل البسون. شو عم تعمل؟ لا نمشي عم نفض الغبرة. اي نفض الغبرة. تعال اقول لك وين راح. شري صباط جديد، شري صباط جديد، ما بعرف. بسم الله الرحمن الرحيم. خير؟ ما في شيء ظهر. اجاني كابوس بالمنام. اي بسيطة، سمي بالرحمن الرحيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا حبيبي انا ماشي. بدك شيء؟ استنى اشلح الجاكيت، خليه بدي اغسله. لا حبيبي معلش، ما حبيب عزبي. بترجاك اشلح الجاكيت. حبيبي اتركي خلص، قلت لك ما بدي اغسله. طيب استنى، خذ رجع لمحله. لمحله؟ ايه لعند رفقاتها. ها وين؟ لك بطلت الجاكيت لأنه أنا مبارح. يا أبو صالح، أم صالح ضمير نظيف وأنبة، ما سمح لها تأخذ منك بدون علمك، لهيك لازم تشتري لك اندرة جديدة. والحمار؟ يا سيدي عمره لا يكون الحمار. مرتك عرفت إنه معك مصاري، لو ما عرفاني كانت مستعدة تلبس الكندرة 5 سنين تانية وتاكل 100 قزازة، بس هلا عرفت إنه معك مصاري وأنت لازم تفرجيها إنك شهم وبتحبها، بتجيب لك كل شيء نفسها فيه، جيب لك كندرة. أنت هيك شايف؟ أنا هيك شايف، أنت مو هيك شايف؟ أنا شايف الحمار بيجيب كندرة، بس الكندرة ما بتجيب حمار. معك حق، إيه مزبوط، بس أنت هلا ما معك حق حمار. ولا يصير معك حق حمار فرج، ما بتعرف بجوز تتيسر وتشتري حمارين بشهر واحد. ايه اسمح لي هلا شوي فكر وبعدين باخذ قرار. لا لا لا، ما بدها لا تفكير ولا قرار. روق لي دمك بكاسة هالشاي وروح فورا اشتري لك اندرة جديدة لأم صالح، اعتذر منها وبتمضي ليلة هنية. ما بقدر، صرت شربان 5-6 كاسات عن اذنك، رايح ابعت فاكس. فاكس؟ غريب، أنا المختار وجابوا الفاكس على الضيعة وما خبروني. لك حاجة عفرتي يا ولد، هلا بيطلع الدم من راسك. طيب هلا بس يجي أبوك بدي اشفيه. قلي له مالي خايف. مالك خايف؟ هلا بتشوف. الله يعطيك العافية. أهلا يا أبو صالح، الله يعافيك. شرفوا. أهلين، شرف البسو جخو. ريت عمره لا يكون الحمار، إيش هو الحمار أغلى منكم؟ شو هاد؟ مبروك أم صالح. مبروك صالح. يسلموا ايديك يا ابي. خلاص. شفت شلون فرح فيها؟ طلع يفرجيها لرفقاته. يعني انت ما فرحتي؟ الله يخلي لنا اياك ويعوض عليك الليره 100. امين، بس لو تتركوني كمل حق الحمار يعني كانت بتزيد الرزق بدل الليره بتصير 1000. رح خبيها للمناسبات والبس القديمه لحتى تهتري. اي قومي قومي، قال تلبس القديمه، قومي البسيها وفرفشي قدام اهل الضيعه شي كام مره هيك بس. يلا ادعي لي، رايح لعند حسان. الله معك، مع السلامه. يا اخي ابو شكري فهمان كثير، تصور شفت عنده كتب ماني شايف منها. ايه لا بدك تعلمني عليه ابو شكري. لك بعرفه مثل ما بعرف حالي، هذا مثل طنجره النحاس، منين من نقرته بيرن.
قاعد يحكي لنا عن الزوفه هي الشاي البريه، طلع ما في منها للسعله. اخ ذكرتني بالمرحوم بيو لك يا حسان، كان يحكي لنا عن الزوفه، قال بتجلي الصدر جلي مثل ما بتجلي المقشي الزريبي. ضرب انت والتعبير. انا امبارح لحالي ناطع ابري. اخ على شي كاسه زوفه. ايه قوم قوم معي قوم لك لشربك ابري لشو بتشبع ولا ما بتشبع. بقوم انا اللي بقوم، اصلا اليوم ما عندي شي وما حدا بين علي بنوب. ايه بس اقعد ذكرت ما عندنا زوفه. هلا راح اطلع على البريه جيبي شوي وبيجي لعندك. خدني معك. انت بتقدر معي؟ لك انت سنه خامسه بكالوريا، انت فيك على المشي، مسافه بعيده ولك حسان هي بريه. طيب قوم مشي معي. لوين؟ لعند اختي منايف نص عير حماره. ايه وابو نايف؟ عم لك حماره مو ابو نايف. ولك قصدي ابو نايف بيرضى؟ اختي الكل بالكل، اصلا هي اللي بتحل وبتربط بالبيت، ابو نايف مثل عرموش العرموط، لا بيحل ولا بيربط. قوم لك وانت خليك متفوس. ايه؟ مرحبا ابو حبيب. يا ابن نايف، الجماعة دفعوا سعر مغري، شو حمار بقى ب6500 ليرة؟ لك يدفعوا 7، يدفعوا 8 ما رح ابيع، النزلة على الأرض عليه بتسوى تقله للحمار. خلينا نبيع. مرحبا. مالك حبيبي، أهلين أخي. أهلين أهلين. شلونك أختي نايف؟ تفضلوا. أهلين، جيتوا والله جاتوا. اسمعوا القصة، احكي لهم، احكي لهم ابن نايف. ليش احكي لهم أنت؟ شوقتونا، شو القصة احكوا لنا؟ القصة إنه في جماعة من ضيعت من خارج في جيراننا. جايين على ضيعتنا بدهم يشتروا حمير ودفعوا بالحمار 6500 ليرة، بس ست ام نايف ما بدها تبيع، ومعلومكم ضيعتنا مشهورة بالحمير. حمار ب6500 ليرة يا لطيف. شايفة عم يصفروا؟ الصراحة السعر مو مغري. السعر هيك ومو هيك. شلون يعني؟ يعني مغري ومو مغري. ما فهمت. يا لطيف يا صهري، شو فهمك تقيل صاير؟ فهموا قديش مخه تقيل، فهموا ابو صالح. يعني انت كيف بتقدر بهالايام تعيش بلا حمار؟ شلون بدك تروح على الارض؟ لك كيف بدك تجيب حشيش للبقره؟ كيف بدك تعيض الحمار بكره انا وابن عمك حسام مشان اطف لك زوفه؟ وكيف وكيف؟ بعدين صهري انت الك اسم شهره من ورا الحمار، ما بسمع غير بيقولوا حمار ابو نايف، ابو نايف راكب على الحمار، ابو نايف ساحب الحمار، ابو نايف ماشي ورا الحمار، يعني شهرتك كلها من ورا لهالحمار. ايه هيك ها فهموا. اختي ام نايف لا تردي عليه، اصلا جوزي كله على بعضه بلا حمار ما له طعمه، انا ما عم بتخيله ماشي ماشي الا هو والحمار. بعدين هي انتو جايين تستعيروا مو هيك؟ ايه طبعا مو هيك. اختي زكيه سبحان الذي خلقها بتفهم على الطاير. انا مالي عرفان شلون بدي بيض وشي معكم لولا هالحمار. وجهك ابيض على طول اختي ام نايف، بحمار وبلا حمار. كلك ذوق ابو صالح. خدوه بس مو ترجعوا لي اياه على البيت، ميت من جوعه واكلين له شعيراته. حسان حسان حسان، شايف مثل ما انا شايف؟ ماني شايف شيء. انزل لتحت شوف، اللي فوق ما بيشوف شيء. انزل شوف الظاهر شيء، منظر حلو. شو حلو؟ بياخذ العقل. رف كامل، رف بنات، رف بنات. هذا اللي اخذ عقلك، البنات والنسوان. الله، هذا اللي اخذ عقلك، البنات والنسوان. ياما نسوان نزلت عالم من فوق لتحت. حسان شايف رف الحمير المحمل محلى؟ عم يشغلوا الحمير بالتجاره، مشان هيك غلت الحمير بهالايام. ابو صالح، نعم، انت لامتى بدك تبقى على نياتك؟ هدول الحمير مو حمير تجاره، هدول حمير للتهريب. شو هالحكي؟ مثل ما عم اقول لك، شايف هدول المهربين اللي جارين الحمير؟ ايه. هدول اللي دفعوا بحمار ابو نايف 6500 ليره، بتعرف يوميه الواحد منهم
قديش؟ قديش؟ مو أقل من 6500 ليرة. معناتها هدول أحسن مني ومنك ولك حسان؟ لكان أبو صالح؟ نعم. شو رأيك نجي نشتغل بالتهريب؟ لا أعوذ بالله، بالتجارة أنت عيني، أما بالتهريب لا 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 لا، هذا مثل القمار، سوسي وسوسي ملعونة كمان. لا ما بس سوسي ملعونة، وسوسي خبيثة كمان. هدول المهربين ما بتفرق معهم، بيهربوا كل شيء بس بدهم مصاري حتى على حساب أهلهم. ما فهمت شلون؟ شلون ما فهمت؟ هلأ ما في مهربين بيهربوا مخدرات؟ المخدرات بتدمر شباب البلد. لهالدرجة خطرين؟ وأكتر. يعني إذا واحد بيحب ضيعته لازم يحاربهم؟ كيف؟ ما بعرف، قلي كيف؟ لازم يخبر عنهم الدرك. إيوا، يعني أنا قلت أخروح أخبر للدرك عنهم؟ إيه إيه، بس بدون ما يعرفوا أنك خبرت عنهم، لأنه المهربين إذا عرفوا أنه أنت خبرت عنهم بيجوز يضروك. يعني بلغ الدرك بالسر؟ إيه، سر 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 كتير كتير، يعني حتى مرتك أم صالح ما لازم تعرف. شو عم تقول؟ يعني أم صالح بتتعامل معهم؟ كنت بفرم رقبتها. هلا هيك فهمت مني؟ أم صالح بيجوز من نوع التفاخر والتباهي تقول لجارتها، وجارتها تقول لجارتها، وجارتها تقول لجارتها، من جارة لجارة بتوصل للمهربين. شايفتك عم تتطقم، لوين رايح؟ ما بقدر اقول لك، هذا سر. سر؟ وامتى كان في بيناتنا اسرار؟ من هلا ورايح. ليش بقى؟ ما بعرف، يعني اذا بدي اقول لك ما صار سر. وما يصير سر، شو هالشغله؟ لا شغله ونص. ام صالح، اذا بتريدي من اليوم ورايح لا تتدخلي بخصوصياتي ابدا. طيب انا من اليوم ورايح ما بقيت اسالك سؤال. يعني زعلتي؟ وليش بدي ازعل؟ ليش في شي بيزعل؟ يعني بتعرفي ام صالح انا ما بيهون علي زعلك. لو ما بيهون عليك زعلك انت بتحكي لي كل شي. لك يا ام صالح، يا ام صالح انا ما بقدر ما احكي لك الا هالشغله. لا يعني تصوري هلا قايله طالع على المغفر لبلغ على المهربين، تقومي تحكي لجارتك وجارتك تحكي لجارتها والحبل على الجرار، يقوم يصل الخبر للمهربين وبيجيب يقص راسي. اعذريني، كل شي الا هالشغله. ايه لا تحكي لي. ها شفتي ما احلاقي؟ يعني المفروض دائما تكوني واثقه من كلامي. مرحبا عمي خليل. اهلين، شو هاد؟ جبت لك شوية زوفة قال منيح على السعلة. لك مين قال لك اني عم اسعى؟ قلت لحالي عامل منيحة وجايب لك ما يا بدي كلها منيحة. شوف حسان، انا ما بينضحك علي بهيك شغلات، زوفة وما زوفة. بعدين انا بعرف ليش جاي انت، ان شاء الله مفكرني مو فهمانك. خذ زوفتك والله معك. شد فجعان. شو هالحكي وانت متأكد من هالحكي؟ نعم سيدي، أنا شفت بعيني، ما حدا حكى لي. طيب احكي لي بالتفصيل الممل، شو شفت؟ يا سيدي شفنا رجال راكبين على حمير ومحملين بضاعة مهربة. وانت تأكدت انه البضاعة تهريب؟ يعني ما بيجوز تكون البضاعة مو تهريب؟ لا سيدي، حسان قال لي هدول مهربين ومعهم البضاعة مهربة. وانت تأكدت بنفسك بعد ما قال لك هذا اللي اسمه الزفت حسان انه البضاعة تهريب؟ لا سيدي، بس هو قال لي. ومين هذا حسان؟ وكيف عارف انه البضاعة تهريب؟ ما بعرف، بس هو متأكد سيدي. لو كان متأكد ليش ما اجى معك حضرته؟ ما بعرف، بس نحن لازم نعرف. يا عمزة هشام، يا رئيس الدوريات. نعم سيدي. خذ دورية فورا وروح لضيعة عين الصوص وجيبوا لي هذا الزفت حسان عود الفصة فورا. حاضر سيدي. لو طلع كلامك صحيح يا سيد زكي فلك عندي مكافأة ثمينة. سيدي أنا ما بدي غير سلامتك، أنا كل غايتي أخدم البلد سيدي. تسلم تسلم.
تسلم. انت مواطن شريف حريص على مصلحة البلد، غيور على مصلحة الوطن، وأنا راح أعطيك المكافأة اللي بتستاهل. أنا سيدي غايتي تخدم البلد، فهمنا؟ بس أنا قلت بدي أعطيك مكافأة، يعني بدي أعطيك مكافأة، فهمت؟ بس ولا كلمة. حاضر سيدي متى ما بدك. ولبين ما تكون الدورية رجعت من ضيعة عين الصوص وجابت صاحبك عود الفصة، اتفضل استنى. شكرا سيدي. استنى مو معناها عود. عدم المؤاخذة سيدي. اتفضل استنى برا. حاضر سيدي. حال تهريب في منطقة منخار الفيل. اجت الرزاق. يلا بلا ماشي ماشي معنا. لك اخي وين اخذينه وين اخذينه؟ هذا شغلك هذا؟ الا لاني بريء يا غزال، الا لاني بريء. دير بالك على حالك يا غزال، تعشى تعشى، بلا تزعل الزعل مو منيح لصحتك. ماشي بلا غزال، هيدا فزتي لحالي ماشي. مش هلا يحرق غزال. خير يا غزال خير، طمني شو القصة؟ ما بعرف يا عم يا ابو نايف، ما بعرف. كنا قاعدين لوحدنا، جو اخذوا وراحوا. طيب ما عرفت ليش؟ ابدا ما حكوا شيء قدامي. بسيطة بسيطة، انا هلا رايح شوف شو القصة وما برجع الا رجلي على رجله، واذا اضطريت ببيع الحمار وبطالعه. شو يعني الحمار احسن منه؟ ولا يهمك. يا رب. ام صالح وينها هي؟ ام صالح قلت لي انه جوزك راح يخبر عن المهربين، ما هلا اخي حسان صار مهرب. لك اخي حسان لو بده يهرب صار فوق الريح، اخي ما معه يمشي. شو عم تقولي يا ام نايف؟ مين جاب سيره حسان؟ اجوا الشرطه ولقطوه واخذوه بعد ما جوزك خبر عنه. مو معقوله ابو صالح ما بيعملها؟ ايه عملها وخلاص. والله والله اذا بيصير له شيء اخي حسان عيونكم هدول لبلبصوا، فهماني؟ لا اخرب بيتكم، انا فرجيكم يا بيت ابو صالح. ماشي. جيران سيدي. لك شو هاد؟ هذا المتهم المطلوب سيدي. لك هانو متهم؟ ها حسان عود الفصة وطول الطريق عندي ميل سيدي. ولك هذا مو متهم يا ابني، فكوا فورا. حاضر سيدي. أنا قلت لك جيبه هيك؟ سيدي أنت قلت لي جيبه، ونحن هيك عادة بنجيب الناس سيدي. عيب يا ابني عيب، احترموا الناس. هذا مو متهم، هذا نحن جايبينه مشان نسأله سؤال واحد وبس. اتفضل اتعرف. تعال سيدي. تفضل يا سيد عود الفصة. عود فقط. حقيقي نحن آسفين يا سيد عود الفصة، نحن سمعنا عنك شغلة وحابين نتأكد منك شخصيا. سأل سيدي، أنا جاهز، تأكد بدي بدك يا بأمرك أنا. أنت شو علاقتك بالمدعو زكي الطفرة؟ ابن ضيعتي وصاحبي بنفس الوقت. وشو حدود الصحبة؟ ما لا حدود سيدي. يعني في بيناتكم أسرار؟ ضيعتنا كلها سيدي ما في سر. شلون؟ ضيعتنا صغيرة وكل الناس بتعرف عن بعضها كل شيء. يا سيدي، يا حسن، يا عضل. شو بتعرف عن سيد زكي الطفران؟ ابو صالح رجال طيب وما عنده شيء مخبى. بس السيد زكي عم بيقول. شرف معي. ان شاء الله فرجك. مو شغلك. مثل ما بتأمر. مثل ما بدك، مو شغلي مو شغلي. لا تتفلسف، بحطك بمنفردي ها؟ لا كل شيء. تفضل. كل شيء للمنفردي. خليك هون اوعى تهرب ها؟ تفضل معي، شرف. فوت قدامي لك، امشي، تحرك. احترامي سيدي. سيدي. يا سيد زكي. السيد عود الفصة أيد كلامك. شفتوا سيدي أنا ما بكذب. هلأ سؤالي موجه للسيد عود الفصة، أنت شلون عرفت أنه البضاعة تهريب؟ اشتريت منه شي مرة؟
منين سيدي منين؟ ماما وياكم شلون بتشتري؟ انت اسكت، سؤالي مو موجه لك. حاضر سيدي. سيدي الناس هيك حكيت وانا سمعت من الناس. السيد زكي سمع منك وانت سمعت من الناس، والناس مدري منين سمعوا. بدي حقائق، بدي الحقيقة. مظبوط سيدي، انتو لازم تدوروا على الحقيقة. شي حلو، بدك تعرفنا شغلنا كمان؟ عدم المؤاخذة سيدي. يا سيد عود الفصة، انت راح تتوقف عنا بالنظارة لأنك مواطن مقصر بواجبه، بتعرف بالخطأ وساكت عنه. سيدي سيدي أنا خلاص ولا؟ أمي سيدي أنا ما دخلني، كله منك كله منك، كيف لا بالقص لسانك. أنا مو قصدي حسان، مو قصدي. خد على النظارة. حاضر سيدي، بس إذا منك مين أشوف؟ مين؟ مين؟ عمي مين سيدي؟ ولا يهمك، لا ترد عليهم، أنت مواطن شريف مخلص أمين، وأنا رح أكافئك بإذن الله إذا طلعوا هدول مهربين. وهلأ رح تروح معنا مشان تدن عليهم. شو يا أبو صالح؟ ما شفنا شيء. سيدي الله وكيلك، عم لك شفتهم بعيني، هاي اللي بده ياكل الدود برقوا من هون. صرنا ناطرين أكثر من ساعتين، أنت واحد كذاب محتال دجال. جبنا لهون مشان تشغلنا عن عملنا، ها؟ جبنا لهون مشان تلهينا وجماعتك يمروا من طريق تاني، ما هيك؟ شو هالحكي سيدي؟ أعوذ بالله. شو هطلع شوف؟ حاضر سيدي، مشي ولك، ارفع يديك ولك. سرعة سرعة امشي. اسمع سيدي اسمع، صوت حمير سيدي، الله وكيلك ما عم اكذب. اي والله الحقيقة نحن ظلمناك يا أبو صالح. أنت لك الفاس. الحقيقة أنت مواطن حريص أمين غيور شريف. الحقوني الحقوني هو. شوف ابو نايف، كلمتين ورد خطاهن، انا من عندي ما بختر بتصرف شيء. هلا بيجي رئيس المخفر، بده يطالع وبيطالع، ما بده يطالع وما بيطالع، هو حر. بس حضرتك قلت من شوي ان شغله سؤال وجواب. صحيح، نحن عندنا السؤال والجواب بيطول كثير. يا اخ ابو صالح، انت مواطن شريف، شو طلباتك عنا؟ سيدي اذا بيسمح امركم لي طلبين صغار. شرف. سيدي أول طلب طلعوا لي حسان عود الفصة لأنه ما بيصوت. غيره سيدي أنا من زمان عم دور على شغل وما عم لاقي، بلكي سيدي بمعيدكم تلاقونا شي شغلة. بس مثل ما بتعرف شغلة التوظيف بدها استثناء من السيد آمر الدرك. إيه سيدي ما بتقدروا تشوفونا السيد آمر الدرك. معلوم معلوم، أنا كل يوم عم بشوفه، بس بهيك مسائل ما بقدر بحاكي فيها. بس بوعدك اني راح ارفع طلب للسيد امر الدرك عن طريق التسلسل، اشرح لي وضعك واخلاصك واطلب الموافقه على توظيفك. سيدي طالما عم تشوفه كل يوم ما في داعي للطلب، احكي معه حكي. لو حكيته ما بيسمعني. ليش سيدي سمعه خفيف؟ لا مو هيك، صحيح انا عم بشوفه كل يوم بس ما سالتني كيف ووين. ايه كيف ووين؟ على التلفزيون. تخيل يا ام صالح، اخيرا راح الاقي وظيفه، رفعوا لي طلب للسيد امر الدرك شخصيا. ان شاء الله يا رب. واحذري شو قال لي، راح نعطيك مكافاه. ايه راح نعطيك مكافاه. ابو صالح عيون ابو صالح، شو راح تشتري لي من المكافاه؟ انت شو لازمك؟ من جهه اللي لازمني لازمني كثير. ام صالح لا تحولي فرحتي لمشكله. شو يعني؟ يعني انا بعمل مشاكل؟ سألتك شو لازمك؟ قلتي لي لازمني كثير. إذا بتريدي حددي شو بدك. بدي بساط صوف للبيت، وبدي ساعة، وبدي ما بعرف، أنت نقي شغلي على ذوقك وهديني إياها. يا ستي تكرم عيونك. الله يخلي لنا إياك. أم صالح، هلا شو رأيك بعد ما بناخذ هالمكافأة
نعمل عزيمة مرتبة لآمر الدرك وجهاء الضيعة أبو شكري خليل أفندي عمي أبو نايف. وليش البعزقة؟ هلا هي اسمها بعزقة؟ هي واجب. لا سيدي بعزقة ونص. هلا ليش بتسمي الشغل اللي مو جاي على بالك وما بدك إياها اسمها بعزقة؟ وينك؟ أنا راح أرفض المكافأة. لا اوعى لا ترفضها. إيه لكن تخيلي إنه أنا وياكي قاعدين مع آمر الدرك عم ناكل على طاولة مدورة. طبعا راح اشتري طاولة مدورة بس لا تقاطعيني. قدام كل واحد ديك بلدي مرتب وجاط برغل. خدي عليكي وجاط برغل وبالنص وزي محشية. بس ما في هيك شيء. لك عم قلك تخيلي. أهلا وسهلا. لمين هاي؟ لك عم قلك تخيلي انه انا وياكي عم نستقبل امر الدرك وضيوفه. احترامي سيدي اتفضلوا كلوا. بس ما في شيء. ولك عم قلك تخيلي كيف انا تخيلت اني اشتريت كل هالاكل وحضرتك ما عم تتخيلي انك عم تاكلي معنا. راح اعمل فاكس. بحبك ورح قلك ياها ببساطة. بحبك قد ما غزال بحب البطاطا. بحبك قد ما أبوكي بحب الفراطة. تعرفي إنه أنا خيالي واسع كتير. أحيانا بصفن هيك بقول لحالي إذا شي يوم أنا ماشي وتفركشت لي بخابي الذهب متحملتها وأخدتها لأبوكي. قولوا لا خليل. قولوا لا خليل. زوجتك ابنتي. زوجتك ابنتي. على مهر. على مهر. مقدمه. مقدمه. نصف خابية من الذهب. نصف خابية من الذهب. ومؤخره. ومؤخره. أيضا نصف خابية من الذهب. أيضا نصف خابية من الذهب. مبروك للعريس. مبروك عروسة. مبروك حسان. مبروك يا بنتي تتهنوا. مبروك. مبروك يا خليل. الله يبارك فيك هوا. مبروك خليل عرس فظيع. أمو أبو صالح سمعنا شوي. حاضر. إلا بودي لك من يوم ما تفرح يا بربرية وتكبر نايس بربرية وتكبر نايس بربرية. البدل بيضا بدون سنانك وانت عايز سلطان زمانك. البدل بيضا بدون سنانك وانت عايز سلطان زمانك. تربوجك أمر تربوجك أكبر تربوجك أمر تربوجك ما حبيبك جنبي عينيك ربك يهبك يرد عليك. ما تبى حبيبك جنبي عينيك ربك يهبك يرد عليك. بربرية البدل بيضا بدون سنانك وانت عايز سلطان زمانك. البدل بيضا بدون سنانك وانت عايز سلطان زمانك. تربوجك أمر تربوجك أكبر تربوجك أمر تربوجك أكبر. ما تبى حبيبك جنبي عينيك ربك يهبك يرد عليك. ما تبى حبيبك جنبي عينيك ربك يهبك يرد عليك. ابراوي غني وفرح شبابك ابراوي غني وفرح شبابك. يا بربرية ويا بربرية هلي بخدامة وزكية وين رزقك جيم شوية هلي بخدامة وزكية. كان رح يمشي الحال. جاي بابا جاي. من جاي مي لحقني علبة ري. آه.
شو سر اهتمامك بهالحمار يا بابا؟ ما بيجي مرة على البيت وبشوفه مربوط بمحله إلا آخذ فيه وعم تفسحي له الحمار بالحرشة يا بابا. مو بيدي بابا، مو بيدي، بحبه. إيه لكن اربطيه والحيني لا تطولي. واستدعيت الإجازات والنقاهات. طبعا سيدي، كله تمام سيدي. وقيادة المنطقة خبرتوها إنه نحن طالعين بحملة لمكافحة التهريب؟ خبرنا سيدي وبعثنا له برقية، ومو بس هيك كمان خبرنا رئيس التحرير جريدة المنجنيق سيدي. برافو عليك. وراح يبعثوا صحفي ليغطي الحدث؟ لا سيدي، اعتذروا منا لأنه ما عندهم صحفي مناوب اليوم، بس عندهم صورة لسيادتكم سيدي، وراح يعدوا خبر غيابي وينزلوا صورتكم بعدد بكرة سيدي. عال، روحوا انتوا وأنا راح انتظركم هون. حاضر سيدي. فتح عينك انت ويا منيح، وبس اعطيكم اوامري بتهجموا عليهم وبتحاوطوهم. اذا شفناهم نفتح عليهم النار سيدي. يفتحوا ابرق ان شاء الله، يفتحوا ابرق. شو نحن عم نحارب بالجبهه؟ واذا هن قوصوا علينا سيدي؟ قوصوا عليهم بالهوا، ولا اقول لك انت قوص عليهم وين ما بدك، لانه بامرك مالك رح تصيب حدا. مرحبا بشكري. اهلين ابو صالح، جيت والله جابك. عم استنى مين يسليني. قهوة فظيعة. فوت فوت فوت. ما بقدر ما بقدر، مستعجل. خير ان شاء الله، شو معجلك؟ بعد وراي رئيس المغفر لانه طالعت لي المكافأة، قلت لحالي بمر لعندك بلكي بلاقي عندك شي شنطة مشان احط فيها المصريات. تكرم عينك، الف مبروك. الله يبارك بعمرك، انت السبب يعني، كله من وراك. بس وينك؟ انا ماني نسيانك، حاطط اسمك براس القائمة مشان الحفلة اللي بدي اعملها. اني حفلة؟ ولو لا يا ابو شكري، بدي اعمل حفلة مرتبة لرئيس المغفر. تسلم تسلم، ما بدنا غير سلامتك. لحظة رح جيب لك الشنطة. شرب 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 سريح. اهلين اهلين وسهلين، اهلين وسهلين. الحقيقه يا ابو صالح انت انسان صادق امين غيور. شكرا سيدي، خجلتوني. لا ولا يهمك، لا تخجل. انت وبفضلك رح نمسك عصابه التهريب اللي عم بتخرب البلد، وقد ما بنعطيك نحن مقصرين معك. الحقيقه انا طلبت لك مكافاه واجت مع الموافقه. بارك الله فيكم سيدي. قبل ما انسى، مو مشان مكافأة سيدي، انا عامل حفلة هيك صغيرة على شرفكم سيدي بالبيت، فإذا بيسمح أمركم تجوا لعندي. تسلم تسلم يا أبو صالح، الحقيقة نحن ما بدنا غير سلامتك. لا سيدي، أنا ما بقبل أي اعتذار، بدكم تشرفونا. الحقيقة بنتشرف بنتشرف، وهي مناسبة للاحتفال بالقضاء على آخر شرزمة من المهربين. بس لازم الحفلة تكون عنا هون بالمغفر. ايه عم تقول شيء عنا ما بتفرق. بالمناسبة أنا رفعت لك مذكرة للسيد آمر الدرك مشان يعينك عنا مخبر سري. الله يبارك فيكم سيدي. وهلا تفضل استلم المكافأة. الله يبارك فيكم سيدي، بس هيك أنا بكون حسيت إني ما خدمت الوطن إذا بدي آخذ أجرتي. هي مو أجرة، هي مو أجرة يا أبو صالح، هي مكافأة وأنت بتستاهلها، وأنا أصريتها إنك لازم تاخذها. إذا أصريت ماشي.
فكرة عظيمة، شلون خطر ببالك تجيب شنطة؟ ولو سيدي هي مكافأة لازم نحترمها. تفضل تفضل استريح، تفضل استريح. فعلاً إنك إنسان معدل يا أبو صالح. وهي كتاب شكر وثناء باسمي شخصياً لشخصكم الكريم تقديراً لعملكم. خذها وبروزها وعلقها بصدر البيت. لحظة بقى. شكر وتقدير. تشكر إدارة آمرية الدرك السيد زكي الطفران على تعاونه مع رجال مخفر عين الصوص بالقبض على المهربين المتآمرين على اقتصاد الوطن. آمر الدرك العام. وهي أقل مكافأة ممكن أقدم لك إياها. ومشان العشاء بكرة المساء أنا عندكم. فضل. وهذا وين بيصرفوه؟ هاي هي المكافأة اللي صرعتنا فيها؟ أم صالح يستر على عرضك، تركيني بهمي. وشو رح تساوي بالعزيمة بكرة؟ قلت لي وافق على عزيمتك ما؟ لك الضربان وافق، بس أنا لسه ما كنت شايف المكافأة. قالوا شو؟ وآخر معي شنطة. طيب هلأ شو الحل؟ ما بعرف. لقيت الحل. لا تخجل حالك، خد حلقاتي بيعن بكرة وساوي العشاء. المهم إنه ما حدا يشمت فينا. لا لا أم صالح لا، هيك كتير. لك اسمع مني مثل ما عم قلك. الله يقدرني وكافيكي. إيه إيه معك حب. جيبيه. الله يعطيكم العافية. كيف هربوا منكم ها؟ ما بعرف سيدي، بس قبضنا على الحمير والمساعد. قصدي تركت المساعد مع الحمير والبضاعة. قصدي سيدي هو هلا عند الحمير وبعتني لعندك سيدي. منيح اللي مسكتوا الحمير، لأنهم هن راس الخيط اللي راح يوصلونا للمهربين. ما فهمت سيدي. أنت إمتى كنت تفهم ها؟ أنا راسم خطة جهنمية. ممكن تفهموني شو هي الخطة سيدي؟ الخطة رح نخلي الحمير يروحوا ونلحقهم نحن. كل حمار رح يروح لبيت صاحبه وهيك منمسكهم كلهم. برافو سيدي برافو، فكرة جهنمانية ممتازة. مباشر التنفيذ سيدي. استنوا، هيك رح نتوزع كل واحد بجهة. فعلا سيدي لازم نتوزع كل واحد بجهة. الحل الأفضل نتركهم يروحوا واحد واحد، هيك بيكون أحسن. فعلا سيدي أحسن، أو أحسن بكتير سيدي. أنت عبقري سيدي عبقري. أم صالح يا أم صالح. لك أخ نعم، لعيت قلبي، نفخت قلبي. نعم الله ينعم عليكي، شوفي ما أحلاها من دمك. نعم أنا عم أقول لحالي يعني لطالما أخذت أنا وسام تقدير ما حدا بطيع أخذ مثلي، لازم نبروزه ونعلقه بصدر البيت. إيه يعني شغلي معنوية. إيه بروزه. ايه ما بروزه. سيدي معناتها صاحبه بهذا البيت. شو رايك نطلق النار عليه سيدي؟ لا شو تطلق النار عليه؟ العمى بعينك العمى، بدك تروحنا دبلك ايه؟ اطلقوا النار بامري انا، خليكن هون لا تتحركوا لنشوف اذا كان صاحبه ولا مو صاحبه. ام صالح؟ لك ام صالح؟ شوفي ولعيه، شوفي. سامعة؟ صوت حمارنا. حمارنا؟ يا الله يرحمه. لك شو الله يرحمه؟ انا سامع. اسمعي. أنا بعرف صوت حوافر إجري من بين كل الحمير. اسمعي. رجع حمارنا، رجع يا أم صالح، حمارنا رجع. حماري أم صالح، رجع حماري، رجع حماري بعد غياب. وقف عندك ولاد، وقف عندك ولا حركة. وقف عندك اسمعت وانت ولاك. وقف عندك اسمعت. وقف دخيلك. شو فرحان بالحمار ولا بالبطاعة؟ بالحمار سيدي بالحمار. تاريك رجل خطير يا أنتبوري، عم تموه علينا ما؟ لك مو بس هيك، قال عملنا لك مكافأة. اطقنا نحن، اطلقنا أنتبورية. عن شو عم تحكوا سيدي؟ عن شو عم نحكي؟ ابدو عليه.
على الحمار ولا على صاحبه سيدي؟ لك على صاحبه والحمار، ما لك شايف ان الحمار متلبس بالجريمة؟ اوه حاضر سيدي، امشي بلاك، امشي بلاك، ارفع ايدك، امشي بلاك، امشي بلاك، امشي بلاك، اوهم تكسر الحمار، انا ببط عليه، روح يلا 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 التامي التامي. المتهمين بتحيلون مع محضر الضبط على المحكمة موجودا. والحمير سيدي من رشوع لأهاليون سيدي؟ لا يا فهيم، الحمير هنن أدوات الجريمة، بتدخلون على قيود المغفر وبتسلمون للبلدية أصولا. أصلا ناقصنا حمير بالبلدية. احترامي سيدي. لحظة لوين؟ نعم سيدي. اتركونا شي حمار على قيود المغفر، ربما احتجناه بشي مهمة بالأماكن الوعرة. فعلا فكرة سديدة سيدي، بس وين بدنا نحطه؟ ما عندنا قرنة. فعلا هي مشكلة، وين بدنا نحطه؟ سيدي إذا بتسمح لي، شو رأيك عمر لك اسطبل جنب المغفر؟ فكرة معقولة، بس الشغلة بتكلف وبدها موافقة. انتو بس أوامركم سيدي وليكن لك فكرة. شلو؟ ما فهمت. سيدي أعطيني صلاحيات وعلى عملة هيك ما بتلاقي إلا الاسطبل مبنى سيدي. اتصرف يا مساعد حلمي. حاضر سيدي. مرحبا شباب. اهلين بالشباب الطيبة. مخدومكم ابو صالح. فات الهوى بمناخيرك، انا بدي ضريبة عليك، ارحمني يا سيدي دخيلك، هاي اوامر البيك. فات الهوى بمناخيرك، انا بدي ضريبة عليك، ارحمني يا سيدي دخيلك، هاي اوامر البيك. تفضل يا بيك. وشك الحيط، وشك الحيط. شو ما سمعت شو قال المعلم لك؟ وشك على الحيط. وشك على الحيط يعني وشك على الحيط. على الحيط على الحيط. انا شو جابني لهون؟ حتى الهوى اخذوا حقه، كل ما شافوا بيرقوا. حتى الهوى اخذوا حقه، كل ما شافوا بيرقوا. مثل العجينة بيرقوا، لما بيسأل بيقلوا هيك، لما بيسأل بيقلوا هيك. شو عم تعمل عمي خليل؟ تعال تعا يا غزال وشوف عمك خليل شو عم يعمل. شو هاي؟ دكان جديدة. لشو بها دكانك؟ والله حلوة ماشي حواليه. خلص صارت عتيقة، بدي اعملها مستودع. بعدين انت ليش بكل شغلة بتضحش حالك غزال؟ ما بدي اعرف. احترامي حكومة. تا تا خلو الفشعان تا. لمين البلوكا؟ ايه لي سيدي عم عمر دكان جديدة، لأنه دكان القديمة صارت سيدي خرابة. خرابة؟ عندك رخصة؟ رخصة؟ ليش انت مو عايش بهالبلد؟ ما بتعرف انه اللي بده يعمر بده يكون عنده رخصة؟ انا حمار سيدي، اي امري ما سمعت بيك حكي. ومنين بيجيبوا هاي الرخصة سيدي؟ من البلدية. ايه بس ما عنا نحن بلدية سيدي. ولو كان بإمكانك تجيبها من أقرب بلدية لطيعتكم. شرف معنا شرف. لوين؟ بدنا نسقيك فنجان قهوة ونطعميك كم بسكوتاي. بس أنا ما بحب أشرب قهوة والبسكوت بحشر بين أسناني سيدي. بس نحن البسكوت اللي عنا بيخليك تقائي ما تلاقي وبيقرش قرش. إذا بيقرش أمره معك سيدي. أنت؟ الله لا يقربك على باب بيتنا. يلا أمشي يلا. سيدي خذ البلوكات بس شافيني من شرب القهوة. إذا هيك ما عندي مانع، روح جيب تركتور وحمل لي ياهن على المغفر. أوام أمرك سيدي. أخ يا قلبي. ومين اللي بده يعمرنا الاسطبل؟ لكن لك فكرة سيدي، في كذا واحد بيعرف يعمر. وين؟ بالسجن الموقوفين سيدي، أحسن ما يطلوا أعطين لا شغلة ولا عملة، من شغلهم سخنة سيدي. تبدي تبدي اتركي اياها من ايدك وخليني كفي كلامي بقى.
معقول؟ معقول أبو صالح يطلع مهرب كبير وما لنا خبر؟ أبو صالح ما كان عم يهرب يا عمي خليل، حمار هو اللي عم يهرب. صدقت الحكي؟ أبو صالح طالع دعاية إنه حمار وهرب، بنفس الوقت مأجر كان حماره للمهربين وهيك بتوصل له حصته من بعيد لبعيد، وبعدين إذا انمسك الحمار بيقول ما دخلني، ما الحمير دائما بتقول ما دخلني. إيه بس أبو صالح لو كان له علاقة ما كان خبر على المهربين. غلطان، أبو صالح حاول يجمع المجد من كافة أطرافه، بيكسب رضا الحكومة وبعد الشبع عنه، وبنفس الوقت بيزود المهربين بأخبار تحركات الشرطة. لا تخافوا يا شباب، أبو صالح مظلوم وراح يطلقوا سراحه قريبا. أنا بعرف إنه مظلوم، بس بدك الدرك يعرفوا. بيعرفوا إذا رحنا وشهدنا معه. يا سيدي كلنا منروح نشهد، بس منخاف ما حدا يصدقنا. أنا شفت رئيس المغفر وحكيت معه، قال الموضوع طلع من إيده، صار بجهات الدرك العليا وراح يبعثوا محقق يحقق، يعني يشوف أقوال أبو صالح ويشوف أقوال الشهود يطابقوها على بعضها، إذا طبقت بيطلقوا سراح أبو صالح.